مؤسسة خالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة لطيفة رقيقة وحيدة يتيمة بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة لطيفة رقيقة وحيدة يتيمة لكنها صبورة عطوفة رحيمة لكنها صبورة عطوفة رحيمة بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة صغيرة وسيمة صغيرة وسيمة بسمة من أطباعها الرفق بالحيوان بسمة من أطباعها الرفق بالحيوان وحينما تطعمه يشعر بالأمان لأنها محسنة صادقة كريمة بسمة بنت طيبة بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة لطيفة رقيقة وحيدة يتيمة لكنها صبورة عطوفة رحيمة لكنها صبورة عطوفة رحيمة بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة صغيرة وسيمة صغيرة وسيمة هي له من صباح جميل مرحبا أيتها العصافير أعلم أنك جائعة لذا أحضرت لك طعامك المفضل أما أنتم يا أصدقاء الحيوانات فهذا الجزر الذي تحبونه هيا كلوا بسمة؟ بسمة؟ عمتي هل أنت هنا يا بسمة؟ لما لا تجيبين على ندائي؟ تباً لك منذ وقت وأنا أبحث عنك هل ما زلت تعتنين بهذه الحيوانات القذرة وتطعمينها على حساب نظافة البيت يا بسمة؟ أنا أكره الحيوانات لا أحبها أهم منظرها جميل وهي تهرب بسمة؟ آسفة بسمة عليك بإحضار الحطب من الغابة حالاً هيا لا تكلميها وإلا سوف أحرمك من الطعام هيا يا أمي لقد تأخرنا هيا أنت فتاة جميلة يا بنيتي أنا أجمل من بسمة اليتيمة طبعا طبعا يا بنتي الحبيبة إنها قبيحة هيا فدموعي قد خلقت بدمي أمي من يمسح لي دمعي
من يسأل أمي عن ألمي؟ صغيرة وحدها في هذا المكان. السلام عليكم يا عم، أنا بسمة. وعليكم السلام وأنا صابر، ولكن ماذا جاء بك يا صغيرتي في هذا البرد القارس وفي هذه الغابة؟ لقد طلبت مني أن أجمع الحطب، لذا جئت إلى هنا. تجمعين الحطب؟ هذا غير معقول، فالثلوج ما زالت تتساقط، ولكن كيف تطلب أمك منك هذا؟ أمي لم تطلب مني، فأمي قد ماتت. ماتت مسكينة يا صغيرتي، لم أقصد ذلك، أنا آسف. لا عليك. هذا جميل يا صغيرتي، ألا يثنينا الحزن عن العمل والجد؟ نعم، كانت أمي تشجعني كثيرا على العمل والاجتهاد. إذن لا عليك يا صغيرتي بسمة، فالله معك يا ابنتي. والآن هيا بنا لنقوم بجمع الحطب، فلا زال في الوقت متسع. ولكن يا عم صابر، أخشى أن أشغلك عن عملك وأسبب لك المتاعب. كلا يا صغيرتي، أنت لا تشغلينني، فمن الواجب أن يساعد الكبير الصغير. بلى يا عم، وجزاك الله خيرا. عجيب أمر هذا الشتاء في هذه الغابة يا بسمة الصغيرة. وما العجيب في الأمر؟ العجيب في الأمر أن يعيش شيخ عجوز هو وأبناؤه في هذا المكان الموحش وحدهم. يعيشون هنا؟ من هو هذا الشيخ؟ أعرف أنه شيخ الغابة. ما قصته؟ أنا متشوقة لسماعها. حسنا يا ابنتي الصغيرة بسمة، والآن أمسكي هذه الحزمة من الحطب. شوقتني إليها. يقول أهل المدينة إنه تركهم وهجرهم دون رجعة، وفضل الوحدة في هذه الغابة مع أبنائه حتى لا يتأثر أبنائه الصغار، ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في هذا المكان، لذا سمي شيخ الغابة. غريب فعلا ما أسمع، وهل هذا الفعل صحيح يا عم صابر؟ كلا، بل المفروض علي أن يسعى لإصلاح أهل المدينة كلهم يا بسمة، ما رأيك؟ ما هو حق، فالناس تغيروا، حتى عمتي لا تحبني. لا تنظري للناس بعين واحدة، فهذا الشيخ رغم بعده عن الناس تجدينه دائما التفاؤل، ويملك بستانا من أزهار النرجس. أزهار النرجس؟ أمي كانت تحبها. لكن ما يدعو للدهشة أن كل شخص حاول الذهاب للحصول على أزهار النرجس من عند الشيخ لا يعود مرة أخرى. مثل والدي العزيز، فقد ذهب ذات مرة إلى شيخ الغابة ولم يعد بعدها. لا تحزني على والدك يا عزيزتي بسمة، فما عند الله خير؟ نعم، ما عند الله خير لوالدي. ابدأي حياة جديدة وكوني متفائلة يا بسمة، فالله سيحفظك ويرعاك ما دمت تحافظين على الواجبات. إن شاء الله يا عم صابر. أحسنت. شكرا، شكرا لك يا عم صابر، أعدت لي ثقة بالنفس بعد أن سئمت من الحياة. أحسنت يا صغيرتي، ولا شكر على واجب. أيتها الأميرة، وقع العقد من فضلك. لا أريد. ثم لما التوقيع؟ التوقيع هام جدا يا أميرة. يا أميرة، إن التعلم والتوقيع لمصلحتك، تفضلي. أنا متعلمة. يا أميرة أرجوك وقعي، أرجوك، تفضلي. لا أريد. يا أميرة، لا ينبغي لأميرة صغيرة أن لا تتعلم، هذا عيب عندنا. قولي لي، هل تعرفين الحروف؟ ألف باء تاء سين شين صاد قاف كاف لام. أنا أحفظها. هذا شيء جميل. أخطأت يا أميرة هند، فالحروف ليست بهذا الترتيب. أنت لا دخل لك، فأنا لم أطلب رأيك. أرجو منك المعذرة، لكنك أخطأت. ألف باء تاء نون يا. ما أسهل العلم. أحسنت يا أميرة هند.
فلنبدأ. اليوم لدينا درس في الحساب فانتبهي جيدا. لا داعي فأنا أعرف الحساب. كيف ستفهمين؟ ماذا؟ أنا لا أفهم شيئا أيها المعلم العجوز. لكن أشرح لك الدرس وعليك أن تستمع إلي. لكنك لا تستطيعين. أنا لا أستطيع أيها المعلم العجوز، سأريك إذن. حسنا تفضلي يا أميرة. ستة ضرب ستة يساوي ثلاثة صح؟ واصلي حتى النهاية وهنا الجواب عشرة. جميل جدا. وهذا جوابهم مئة. لقد عرفتها. حسنا والآن سأشرح لك الدرس. إن جميع إجاباتي صحيحة. نعم شيء جميل أن يكون لدى المرء ثقة في نفسه. طبعا يا معلم أنا فتاة ذكية ومميزة صح؟ والآن يا أميرة هند الصغيرة لابد على المرء أن يتواضع للعلم ويجتهد في طلبه ولا يتكبر، فيستفيد من جميع الحواس، فيستفيد من الأصابع مثلا في الحساب. واحد اثنان ثلاثة. أفهمت هذا يا أميرة الصغيرة؟ وماذا عن إجاباتي؟ في الحقيقة والواقع أن جميع إجاباتك كانت في الواقع كانت صحيحة. صح يا معلم؟ بل كلها خاطئة يا أميرة الصغيرة. يا لك من معلم فاشل. لحظة، بهذه الطريقة لن تحصلي على شيء، فبالكبر لن تتعلمي شيئا يا أميرة الصغيرة هند. وتقول إنني متكبرة أيضا ولا أفهم شيئا أيها المعلم. سوف أعاقبك. لا ينبغي لأميرة جميلة تشبه أزهار النرجس أن تعاقبني. النرجس؟ نعم أزهار النرجس، إنها من الأزهار النادرة الجميلة، تكلم عنها صاحب هذا الكتاب. أين هي؟ يا لها من أزهار رائعة. أجل، لها عبير رائع. ولكن أخبرني أين توجد هذه الأزهار الجميلة يا معلم الفاضل؟ توجد في الغابة، لكن لا يعرف مكانها إلا شيخ الغابة يا أميرتي. دلني على مكانه. شيخ الغابة لا يقبل المال ولا يستطيع أحد الذهاب إليه، فهو في مكان يصعب الوصول إليه. شيخ الغابة؟ لكن لابد من الحصول عليها بأي ثمن. أزهار النرجس، يا لها من أزهار جميلة، سأملأ منها القصر وسأستنشق من عبيرها. لا تتعجلي، كم أنا متشوقة لرؤيتها. هي ولكن الحصول عليها صعب المنال. مللت حديثك عن هذا الشيخ، والآن هيا هيا غروب عن وجهي، فقد انتهى الدرس. هيا. حاضر. بسمة ما أروعها تحترم الكبيرة. بسمة ما أروعها تحترم الكبيرة. بحبها وعطفها تبادل صغيرة، تدعو إلى التواضع وتكره النميمة. بسمة بنت طيبة. بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة، لطيفة رقيقة وحيدة يتيمة، لكنها صبورة عطوفة رحيمة. لكنها صبورة عطوفة رحيمة. بسمة بنت طيبة صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة. أيها الناس اسمعوا وعوا، إن الأميرة هند الصغيرة رصدت جائزة كبيرة لمن يحضر لها مجموعة كبيرة من أزهار النرجس من عند شيخ الغابة. فليعلم الحاضر الغائب
وستكون صديقة للأميرة هند. جائزة كبيرة وصديقتنا عند الأميرة. يا لها من جائزة قيمة. هيا أسرعي يا أمي قبل أن تضيع منا الجائزة. هيا. حسنا حسنا يا ابنتي. ماذا؟ أزهار النرجس؟ لا أصدق. نعم أزهار النرجس. لقد طلبت مني الأميرة هند شخصيا أحضار باقة جميلة لها من أزهار النرجس. لكن الحصول على أزهار النرجس صعب في فصل الشتاء يا عمتي، وأنت تعرفين هذا. ليس صعبا، فاستعملي عقلك لإحضارها من عند جدك شيخ الغابة. أجل لا تكوني فتاة حمقاء ولا تقابلي إحسان أمي لك بالإساءة إليها يا بسمة. أنت فتاة قاسية القلب، يجب عليك أن تسمعي كلامها، هل فهمت ذلك؟ أمي إن بسمة لا تسمع كلامك، وهي أيضا لا تحب لنا الخير. ماذا نفعل بها؟ ها ما هو رأيك يا أمي؟ هل ما زلت هنا أيتها اليتيمة؟ ها ماذا تفعلين؟ لكن يا عمتي لم تخبريني أن شيخ الغابة هو جدي، كما أن الثلوج تتساقط بغزارة والخروج في هذا الوقت صعب. تبا لك يا بسمة. يا لك من فتاة شقية لا تسمع الكلام. أنت لا ينفع معك الكلام، هيا خذي هذه السلة. كلا هذه سلتي، أعطها السلة الصغيرة يا دلال. هاتيها هذه لي، هاتيها. أمي هذه السلة صغيرة، فالجائزة ستكون صغيرة إذن. ها؟ المهم عندي أن لا تضيع سلتي بين هذه الثلوج، أفهمت يا دلال؟ عمتي أرجوك اعطفي علي، لو كانت أمي حية لما أخرجتني في هذا البرد القارس. نعم ماذا قلتي؟ هيا أخرجي من بيتنا أيتها اليتيمة فورا. عمتي أرجوك. أمي لا تحبني، لا تحب إلا بسمة. كفى كفى يا حبيبتي لا تبكي، فأنا أحبك وأكره بسمة. أنت تقطعين قلبي. أما أنت يا بسمة فلما كان لك عندك في هذا البيت. هيا أخرجي من بيتنا، أخرجي، هيا أخرجي. إياك أن تعودي دون أزهار النرجس، هل فهمتي؟ وما بالثلج ممزقة أصيح بما أقدر. اللهم احفظني. قلبا يحملني أو صدرا يحملني همي أو أختا ترحمني ضعفي، فإليك أتوق أيا أمي. يسأل أمي عن ألمي.
يقطع من جسمي. أصدق عيني. هل تسمحون لي بالدخول؟ ماذا جاء بك أيتها الصغيرة؟ نحن هنا في هذا المكان لا نسمح لأحد بالدخول علينا أبدا. ماذا؟ لا ينبغي يا أبي أن أعامل هذه الصغيرة بكل هذه القسوة، فما ذنبها؟ أخبرني من فضلك. هيا تعالي يا صغيرتي، تفضلي. السلام عليكم، أنا بسمة ابنة الرجل الصالح أحمد. أشعر بالبرد الشديد. إذن عليك بالنار حتى تشعري بالدفء، تفضلي. النار، لكنني سأحترق وأموت إذا اقتربت منها. ولكن على ما يبدو أنني لم أحصل على أزهار النرجس، وهذا يعني بالطبع سوف أطرد من بيت والدي وإلى الأبد. إلى اللقاء، وشكرا لكم على حسن استقبالكم لي، جزاكم الله خيرا. لحظة يا بسمة، لحظة، لا تفقد الأمل، ثقي بالله. تعلمت من أخي أحمد أن لا أفقد الأمل وأن أثق بالله. أفهمت يا بسمة؟ ثقي بالله في كل عمل مهما كان صغيرا أم كبيرا. عليك أن تعتمدي على الله وأن لا تقنطي من رحمته. من يتوكل عليه فهو حسبه. أفهمتني؟ أرجوك اعتمدي على الله. لا أصدق ما أسمع. بل صدقي يا بسمة، جدي سيوافق. حقا ما تقول؟ أجل، بالطبع يا بسمة، ثقي بي، فجدي قلبه طيب. حسنا، سنقدم لك أزهار النرجس بشرط يا بسمة أن تعديني ألا تخبري عن مكاننا أحدا. أسمعت يا بسمة، والآن انتظري قليلا حتى يتسنى لنا ملء سلتك. لن أجعلك تتأخرين، فلقد وافق جدي على ملئها.
شكرا يا جدي، إن قلبك طيب، بارك الله فيك. لقد أمرنا الله تعالى بمساعدة بعضنا البعض، لذلك خذي هذه السلة، إن أزهار النرجس فيها، ولكن لي طلب، احتفظي بخاتم أمك، إنه أمانة عندك، ولا تخبري عن مكاننا أحد من الناس. اذهب الآن في حفظ الله وعنايته يا ابنتي. سأفعل يا جدي، ولن أخلف وعدي معك أبدا. أحسنت يا بسمة، هذا كل ما أريده منك يا صغيرتي، مع السلامة. نعم فهمت يا جدي، شكرا لك يا عمي، وإلى اللقاء. إلى اللقاء، انتبهي لنفسك جيدا. بعد فراق سنين طال ولم يرحم، تتلاقى بسمة بالجد وبالعم. بعد فراق سنين طال ولم يرحم، تتلاقى بسمة بالجد وبالعم. بورود جد منها يتقدم، وتنادي جدي أطيب إنسانا، وتنادي جدي أطيب إنسانا. بسمة لم تبقي دمعا في المقال، ومضت تدعو الناس هيا للعمل. بسمة لم تبقي دمعا في المقال، ومضت تدعو الناس هيا للعمل. فحياة الإنسان تزهو بالأمل، لا تدع الأحزان تملأ دنيانا، لا تدع الأحزان تملأ دنيانا. شكرا لك يا جدي، شكرا لك يا عمي، شكرا. اللهم اغفر لأبي وأمي، اللهم ارحمهما. دلال انظري ماذا وجدت. إنها أزهار النرجس الجميلة يا أمي. هذا شيء رائع، سنصبح أغنياء يا دلال. ولكن الأميرة تريد مجموعة كبيرة. أنت محقة يا بنيتي، ولكن ما العمل؟ فالحصول على الأزهار صعب للغاية. لحظة يا أمي، تذكرت شيئا، ما رأيك لو أعطينا هذه السلة الكبيرة لبسمة لتملأها لنا من أزهار النرجس، ثم نقدمها إلى الأميرة الصغيرة؟ نعم إنها فكرة جيدة يا دلال. سنصبح أغنياء وسأكون صديقة الأميرة، حينها ستكون بسمة خاتمة عندي. أنت محقة يا ابنتي، يا لك من فتاة ذكية. أنا فعلا ذكية كأمي، خذي هذه السلة يا أمي، فلا وقت لدينا نضيعه. رائع. تبا لك يا بسمة، هل ما زلت نائمة؟ هيا. يا له من خاتم جميل، سآخذه، لن يراني أحد.
لن أحضر حفلة نجاحي بدون أزهار النرجس. لكن صديقاتك في الخارج يريدن أن يحتفلن بنجاحك، فهيا إلى مقر حفلة النجاح سيدتي. كلا، لن أحضر حفلة نجاحي أبدا. لكن الضيوف في الخارج ينتظرونك يا أميرة. لن أحضر إذا لم تحضروا أزهار النرجس. ألا توافقني رأيي يا معلم؟ بكل تأكيد يا أميرة الصغيرة. قلت لك ألف مرة لن أحضر الحفلة، ألا تفهم؟ لكننا خسرنا أموالا كثيرة. تخسرون أموالا كثيرة أو قليلة، هذا ليس من شأني أبدا أيها الوزير، بل هو من شأنك أنت. أليس ما قلته صحيح يا معلمي؟ بلى، ما تقولينه صواب، لكن لا داعي للإسراف والتبذير. هناك امرأة في الخارج مع ابنتها أحضرت لك أزهار النرجس يا أميرة. ماذا؟ أزهار النرجس؟ أزهار النرجس، أخيرا حصلت عليها. كم هي جميلة ورائحتها زكية، انظر إليها. لدي حساسية من الزهور. أمسكها. لكنني لا أحب الزهور أبدا. والآن أنا أميرة أزهار النرجس الجميلة والرائعة، أليس هذا مدهشا؟ بلى يا أميرة أزهار النرجس. شكرا، كم أنت طيب القلب. معذرة أيتها الأميرة. ماذا هناك؟ الجائزة التي وعدتنا بها. حسنا، فالجائزة محفوظة لدي، لا تخافي عليها، اطمئني. تعلمين أن الحياة صعبة ونحن بحاجة للمال. حسنا، ولكن بعد أن نذهب سويا إلى مكان الأزهار. الذهاب إلى مكان الأزهار؟ الرحلة إلى الغابة ستكون متعبة على أميرتنا. لا، فأنا مصممة على الذهاب. مصممة؟ نعم، سنذهب إلى مكان أزهار النرجس. ولكن يا أميرتنا، المكان موحش ومخيف جدا أيتها الأميرة. وكتل الثلج ستعيق سيرنا. الطريق ضيق وصعب جدا، ولا بد أن ترتاحي قليلا. ماذا؟ الطريق ضيق جدا؟ لابد أن ترتاحي قليلا. نعم، فالطريق ضيق ولابد أن ترتاحي. لمن راحة؟ حتى لا تصابي بالبرد. أجل، يجب أن ترتاحي. حسناً، سأرتاح اليوم. ما تقولانه صحيح، فلا تذهبي إلى مكان أزهار النرجس يا أميرتي أرجوك. أيها الوزير، جهز الخيول لنبدأ السير نحو أزهار النرجس. حسناً سيدتي. أعدي نفسك للذهاب معنا. لكنني مشغولة في الصباح، وأظن أنني أضعت الطريق إلى أزهار النرجس. ستذكرينه عندما تصلين إلى الغابة. لا، الطريق لا يذكر أيتها الأميرة هند، صدقيني. نعم، الطريق لا يمكن تذكره. سيذهب معنا الجنود لإرشادنا. والجنود أيضا لا يعرفون طريق الغابة. ماذا؟ صدقيني، أنا لا أكذب. معقول؟ نعم، إنها لا تكذب. لا أصدق، تكذبين علي. لا لا يا أميرة. إذا لماذا أنت خائفة ومترددة؟ تكذبان عليك، ولا بد أن نعاقبهما عقابا شديدا. اصفحي عنا أيتها الأميرة الطيبة أرجوك. فلا يعرف مكان أزهار النرجس إلا أنا وأمي وفتاة يتيمة تسكن معنا. إذن من هي هذه الفتاة التي تعرف مكانها؟ إنها بسمة. بسمة؟ يا إلهي، لقد طلع الصباح. خاتم أمي، ترى أين هو؟ أين هو؟ باقة أزهار النرجس، ترى أين باقة أزهار النرجس التي تعبت من أجلها، تعبت جدا من أجلها. من المؤكد أن عمتي أخذتها بمساعدة ابنتها دلال، أنا متأكدة من ذلك. فعمتي لا تحبني، بل تحب ابنتها دلال، لا تحبني. أين أنت يا أمي لتري حالتي، حالة ابنتك بسمة؟ ماذا أفعل؟ أنا في مشكلة، لقد ضاع الخاتم. أين يمكن أن أجده؟ لقد أوصاني جدي بالمحافظة عليه، إنه
أمانة ويجب أن أحافظ عليها. أنا لا أستحق خاتم أمي، لا أستحقها، لا أستحقها. بسمة أختي بسمة، أين أنت؟ أين أنت يا بسمة؟ بسمة أنت هنا يا صغيرتي بسمة الحلوة، وأنا أبحث عنك. صغيرتي وبسمة الحلوة؟ نعم، أريدك أن تحضري لنا باقة جديدة من أزهار النرجس. لكن يا عمتي، أنا بمشكلة، فقدت خاتم أمي ولا يمكنني الذهاب للغابة بدونه. دلال، هل رأيت الخاتم؟ خاتم؟ لم أرى شيئا. لا أستطيع الذهاب يا عمتي، لأن جدي سيسألني عن الخاتم، إنه أمانة ولا أستطيع أن أذهب بدونه. أرجوك، أرجوك يا بسمة، أحضري لنا الأزهار وإلا ستعاقبنا الأميرة هند. أرجوك، أرجوك يا بسمة، أحضريه لنا. الأميرة هند ستعاقبكم؟ نعم، ستحبسنا في السجن مدى الحياة ونموت هناك وأنا امرأة ضعيفة. تسجنين مدى الحياة؟ نعم، سأموت أنا ودلال إن لم تحضري أزهار النرجس. حسنا يا عمتي، لا أحب أن أراك تبكين، سأحضر أزهار النرجس. شكرا لك يا صغيرتي، سنذهب معك. كلا، لن يذهب معي أحد. وخاتم أمك الأزرق، ها؟ الخاتم الأزرق؟ أقصد أن أمك ستفرح بعملك هذا، أليس كذلك يا أمي؟ ألست محقة فيما قلت؟ نعم يا بنيتي، سوف تفرح أمك كثيرا يا بسمة، لأنها تحب عمل الخير كثيرا، صح يا دلال؟ أجل، سأساعدك في الحصول على الأزهار. شكرا لك يا دلال، لا ضرورة لأن تذهبي معي، سأذهب بمفردي لإحضار أزهار النرجس من أجلكم. لن أتركك وحدك يا بسمة. قلت لن تذهبي معي، واضح؟ بل سأذهب. نعم، لن تذهب دلال معك يا بسمة. هيا هيا يا بنيتي، عجلي قبل فوات الأوهان، أرجوك. والآن يا دلال، سيري وراءها أثناء ذهابها إلى الغابة وكوني حذرة. حسنا يا أمي العزيزة، سأسير خلفها كما اتفقنا، ولكن أخشى أن تفشل خطتنا. لا تكوني متشائمة يا أمي، فالخطة لن تفشل. سأضع خرقا على أغصان الشجر حتى أرشدك إلى الطريق. أنا فخورة بك يا دلال، كما أنت ذكية. والآن أيتها الأميرة الصغيرة، هيا بنا إلى مكان أزهار النرجس، فدلال ابنتي بانتظارنا. يا رئيس الجن، ابدأ السير. هيا ابدأوا المسير. انتظروني. جاء بك إلى هنا، هل كنت تلحقين بي طوال تلك المسافة؟ لقد تبللت ثيابي يا بسمة. أجيبيني على سؤالي. بصراحة تبعتك حتى أعرف مكان أزهار النرجس. لقد خدعتني يا دلال. أعرف ذلك. سترافقنا الأميرة الصغيرة هند وجنودها، فهم يتبعون علامات على
أغصان الأشجار. انظري. جدي سيغضب مني، لن يكلمني. لا داعي للبكاء، لقد اكتشف أمرك. لا أستطيع العبور، فشجرة كبيرة. كلا يا أميرتي، ما عليك إلا أن تقفزي مباشرة. تفضلي. أميرتي، أنا آسف جدا يا سيدتي. أنور، لقد اتسخ ثيابي يا رئيس الجند. أشعر بالبرد. سيدتي هيا، الطريق من هنا نحو أزهار النرجس، هيا بنا بالسرعة. هيا تعالي. لكنني أشعر بالبرد، أعطني ما تفعل، أعطني أرجوك. حسنا سيدتي الأميرة الصغيرة، تفضلي يا أميرتي. حسنا، أشعر الآن بالدفء. يا له من معطف دافئ، شكرا لك. لا شكر على واجب أيتها الأميرة الصغيرة. هل لي أن أسألك سؤالاً؟ بالطبع، تفضلي بكل سرور. ولكن ألا تشعر بالبرد؟ نحن الجنود لا نشعر بالبرد. ماذا؟ ألستم بشراً مثلنا؟ نعم. نعم يا سيدتي، ولكن البرد لا يؤثر علينا لأننا معتادون على هذه الأجواء. ولكنه يؤثر علي كثيراً. العمل يكسب الجسم الطاقة فلا نشعر بالبرد. إذن سأعمل بجد، أعطني هذا. ولكن سيدتي. ماذا تصنعين يا أميرة؟ هل أنت بخير أيها الوزير؟ نعم إنني بخير. وهذا؟ لست بحاجة للمعطف. وسأعمل معكم دائما. هل هناك ما يدعو للغرابة؟ ما بكم، سوف أعمل معكم دائما. لكن هذا العمل لا يليق بالأميرة الصغيرة. لا عليك، أنا أشعر بسعادة غامرة. أرجوك سامحني يا جدي، لم أكن أعلم ذلك. لا تغضب مني، وعدتك بأن لا أخبر أحدا عن مكانك، سامحني. بسمة، أين كنت؟ وماذا تريدين مني الآن يا دلال؟ أخبريني. لقد وصلت الأميرة هند والجنود معها، هيا. ماذا تقصدين؟ أقصد مكان أزهار النرجس، فالأميرة لم تحضر إلى هنا إلا لتراها بعينيها، وهي تريد أن تأخذ باقة كبيرة من أزهار النرجس لأنها أزهار مفضلة لديها. يا الله، بسمة الصغيرة هنا، ما أجمله من يوم. العم صابر، أهلا بك. ولكن يا بسمة، هل صحيح أنك تعرفين مكان أزهار النرجس؟ أخبريني يا بنيتي. إنها من بحيرة الغابة. لكني لا أعرف طريقها، وأخشى أن يكون الوصول إليها صعبا. إنها خلفنا مباشرة، إنها بحيرة كبيرة. خلفنا مباشرة؟ أعتقد أننا وصلنا إلى المكان المطلوب، أليس كذلك؟ أنت محقة. أنا سعيدة جدا لمقابلتك. أنا اسمي الأميرة الصغيرة هند، وأنت بسمة أعرفك. والآن سوف أحصل على مجموعة كبيرة من الأزهار، وسوف أبني لها سورا كبيرا. والآن يا بسمة، أخبريني أين هي الأزهار؟ أخبريني أين هي؟ كلا، لن أخبرك بذلك. جدي أحضرها وطلب مني أن لا أخبر أحدا عن مكانها، ووعدته بذلك، وعد الحر دين. جدك أحضرها وليست عمتك؟ نعم، جدي أحضرها وليست عمتي. هذا غريب، ما رأيك؟ لا تصدقيها، أنا التي أحضرت الأزهار، صدقيني. بسمة تحب المزاح كثيرا. أنا لا أمزح، فجدي أحضر لي أزهار النرجس، وأنت تعرفين هذا يا عمتي. إذن كذبتم علي. كلا، لم نكذب عليك، بسمة هي التي كذبت، صدقيني. نعم، سترون عاقبة الكذب أيها الجندي. سمعا وطاعة.
اقتلهما. لا لحظة أيتها الأميرة، خذي الخاتم. لا، إنه خاتم أمي. هاته أعطني إياه يا دلال. بكل سرور أيتها الأميرة، سمعا وطاعة، تفضلي. يا إلهي، خاتم جميل. يا تعالي يا بسمة. كلا، لن أعطيك إياه إلا بعد أن تخبريني عن مكان جدك. لا أستطيع أيتها الأميرة هند، وعدت جدي بذلك. ولماذا؟ لقد وعدت جدي أن لا أخبر أحدا عن مكانه. تبا لك أيتها الفتاة القبيحة، أتعصين أمري؟ أنا الأميرة الصغيرة هند، وكلامي أوامر. أنا آسفة، لكنني وعدت ولن أعصي يا ربي، سامحيني أيتها الأميرة. سوف أعاقبك. العقاب لا يعني لي شيئا، المهم عندي أن لا أخلف وعدا قطعته على نفسي. فكري بعقلك أرجوك. يا لها من فتاة عنيدة، سوف ألقي بهذا الخاتم في هذه البحيرة المجمدة. كلا، خاتم أمي. انظري. لا أستطيع أن أخلف وعدا قطعته على نفسي. لم أرمي أردت إخافتك، والآن أخبريني عن مكان جدك وعن مكان أزهار النرجس يا بسمة. هيا لا تقفي صامتة، أخبريني أرجوك يا بسمة. قلت لك. لا تريدين إخباري؟ سأعاقبك. سامحني يا جدي، سوف أرمي الخاتم، سوف أرميه. لا، خاتم أمي، سامحني يا جدي، سامحني يا جدي. لم أرمي أردت إخافتك. عاصفة قوية، توقف يا رب. الحر، يا سلام، الماء ممتاز في الحر. ما 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 أشعر بالحر الشديد.
أحتاج هذا المعطف. الجو حار. نعم الجو حار وأشعر بالعطش. أنا لا أحب الحر لأنه يؤثر على نشاطي الفكري ويجعلني أشعر بالعطش. يا رحمك يا رب. ما هذا؟ إن الأمطار تعقد بالأزهار. نعم المطر لا تدري بالجمال سبحانه وتعالى. يا سبحان الله لقد توقفت الأمطار عن الهطول. نعم لقد انتقلنا إلى فصل آخر. لا هذا أمر لا يصدق يا ابنتي. يا حبي أين تذهب؟ يا إلهي سعيد. يا الله سعيد. يا الله يا أين شيء رأيته في حياتي. نعم انظر يا عم سابر إن أوراق الأشجار تتساقط. ماذا أصابك؟ هيا انهض أيها المعلم. انهض انهض. أنا بخير فعلا الحمد لله. معقول الفصول الأربعة؟ يبدو أنك كنت تحلمين بالفصول الأربعة. نعم فلقد كان حلما غريبا. أنا عائد إلى المدينة. يا إلهي ما هذا جليد. يا إلهي أنا ناق على السعير. ما الذي يحدث؟ النجدة. يا إلهي ما هذا؟ أين ذهب الجميع؟ تعالوا. لقد كان حلما غريبا. تعالوا. إنها مجرد أحلام فقط. يا إلهي ما الذي أراه هناك؟ إنها كلاب الحراسة المفترسة. أنا لا أحب الحيوانات المفترسة أبدا. يا إلهي إنها مخيفة. ابتعدي من هنا يا كلاب. ابتعدي هيا ابتعدي من هنا. أقول لك ابتعدي. هيا ابتعدي. حسنا يا أميرتي اهدئي لا تخافي. ذهبت. أنا أخاف الكلاب أخافها. لا تخافي نحن معك. لا تخافي. الحمد لله على السلامة يا ابنة أخي. هذا مو أمي سعيدة به، ولكن أين أنا؟ وما هذه الملابس الجميلة؟ أنت بيننا يا حفيدتي، وهذه الملابس هدية منها لك. أفسح الطريق للأميرة بسمة. تفضلي يا أميرتي. شكرا لك يا عمي. لكن من هؤلاء القوم؟ السلام عليكم يا شيخ الغابة. وعليكم السلام. يا لها من فرصة جيدة أن ألتقي بك يا شيخ الغابة. فمن تكون؟ أنا يا ابنتي جد هذه الفتاة، جد الأميرة بسمة. جدها؟ لا أصدق. يا إلهي يا لها من عربة جميلة. يا سبحان الله إنها تبدو كالأميرة. جدي هل تسمح لي بالنزول من العربة؟ تفضلي يا ابنتي. أيها
الحارس أحضر لي عربة الجميلة. ليس لدينا سوى كلاب الحراسة المفترسة. سفينة تبدو جائعة، ولكن أين البقية؟ ماتت في العاصفة. جدي، هل تسمح لي أن أرفق بهذه الحيوانات؟ ولما ستفعلين هذا يا بسمة؟ مسكينة تبدو جائعة، هل أطعمها يا جدي؟ طبعا يا ابنتي، أرفق بالحيوان واجب. أعرف هذا يا جدي، وكنت دائما أعتني بها. أحسنت يا ابنتي، هذا واجبنا أن نعتني بالحيوانات. الرفق بالحيوان أمر ضروري، الرفق من الأخلاق الحميدة. مسكينة يجب أن تأكل وإلا ستموت من الجوع يا جدي، ماذا سنفعل؟ سوف نأتي لها بطعام من مخزوننا، ففي هذه الثلوج لا يوجد ما تأكله الكلاب. بارك الله بك. ولما كل هذه الرحمة بالحيوانات؟ لأن الله قد يرحمك بسببها وتدخلين الجنة. حقا؟ علمتني درسا لن أنساه بحياتي. تفضلي بالركوب معي يا أميرة هند. ماذا؟ نعم تفضلي. سامحيني يا بسمة، لقد أخطأت في حقك. أنا متأسفة على كل ما فعلته بحقك. لا عليك، فليس بيننا شيء. ماذا؟ كم كنت مغرورة. اسمعي كلامي يا ابنتي، وابدأي حياة جديدة مع بسمة كصديقتين. أيتها الأميرة، حتما تشعرين بالبرد. شكرا لك. أيتها الأميرة هند، لقد أصبحنا صديقتين الآن. نعم، الصداقة كنز لا يفنى. حقا. والآن أصبح لدينا أميرتان، الأميرة بسمة والأميرة هند. يا إلهي كم هذا رائع، أكاد أبكي من الفرح. شكرا لك. هل الجميع مستعدون للرحيل؟ نعم مستعدين. بسم الله، توكلنا على الله. مع السلامة. برعاية الله. بسمة بنت طيبة، صغيرة وسيمة، لطيفة رقيقة، وحيدة يتيمة. بسمة بنت طيبة، صغيرة وسيمة، لطيفة رقيقة، وحيدة يتيمة. لكنها صبورة عطوفة رحيمة. لكنها صبورة عطوفة رحيمة. بسمة بنت طيبة، صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة. بسمة من أطباعها الرفق بالحيوان. بسمة من أطباعها الرفق بالحيوان. وحينما تطعمه يشعر بالأمان، لأنها محسنة
صادقة كريمة، بسمة بنت طيبة، بسمة بنت طيبة، صغيرة وسيمة، لطيفة رقيقة، وحيدة يتيمة، لكنها صبورة عطوفة رحيمة، لكنها صبورة عطوفة رحيمة، بسمة بنت طيبة، صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة، صغيرة وسيمة.